مسؤوليتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ ازيك يا عمرو؟ ايه اخبارك؟ كويسه. كويسه؟ ايوه. ايه عملتي ايه المره اللي فاتت؟ اتقبض عليكي؟ لا محدش عمل لي حاجه خالص، وكل اصحابي شافوا الفيديوهات وقعدوا يسقفوا لي بقى كتير. يسقفوا لك كتير ولا يضحكوا عليكي؟ لا سقفوا لي، هما بيحبوني. بيحبوكي؟ وانا بقى بس حصل معايا موقف بقى غريب كده. ايه؟ مرة خدني بابايا وقعدنا نلف كتير كتير بندور على ورقة دمغة. يعني ايه بقى دي؟ انا مش فاهمة يعني. نمشي كتير لحد بقى ما في عمه كده ندهنا وقال له انت يا عم يلي معاك الامورة بتدور على طابع شرطة ولا على ورقة صحة؟ بابا قال له وهي فين الصحة؟ سألت بابا وعشان ايه الدمغة؟ قال لي عشان في المجمع ناخد دورنا، ومن غير الدمغة اللجنة مش هتشوف الورق. بس انا ما فهمتش ليه بعدها بابا باع الشقة عشان يعالجني. ليه تقولي تمالك؟ مش عارفة، احنا كل حاجة نقف في الطابور نقف في الطابور، وناس كتير عيانين يا عيني، ومحدش بيقول لهم اي حاجة، والراجل الموظف ده لابس نظارة كبيرة وقعد يقول كل واحد يقف في الصف، وانا خفت منه. وبعدين عمه قعد يقول له انا ضعيف، انا مش عندي فلوس، اديني بس ختم صغير، انا عاوز بس اجيب علاج صغير، انا مش عارف اشتريه، مش راضي برضه يديله الختم ده. هو انا ليه ما ينفعش اطلع ختم كده في حديدة والف بقى الدنيا كلها واقعد ادي للناس على كل الورق بتاعهم؟ ليه بقى؟ هفكر لك في الموضوع ده. وليه بقى الختم ده عامل زي النسر كده؟ ليه مش يبقى اهرامات؟ عشان احنا عندنا اهرامات جميلة. فكرة برضو. وليه النسر بقى مش يكون مثلا قمح؟ احنا عندنا قمح وعندنا قطن كمان. عندنا قمح؟ كان عندنا زمان. ايوه. بس عندنا قطن طويل التيلة. طويل؟ ايوه طويل. لا مش طويل، ما عندناش قطن طويل. يعني راح فين؟ بح راح خلاص. يعني مش عندنا قطن تاني؟ لا عندنا قصير مش طويل. طب الطويل راح فين؟ مات. طب ما احنا كده مش هيبقى عندنا هدوم. لا لا لا، ما القصير بيشتغل هدوم برضه. ماشي، يعني اطمن ولا خاف؟ نص نص. طيب ماشي، قولي بقى انتوا عاملين ايه؟ احنا عاملين بسين. شفت البسين؟ شفت البسين؟ ايه ده، هو انتوا اغنيه؟ اه اهو اغنيه اهو. انا ما عندناش بسين. اهو بسين اهو، وميه جميله اهي. احنا مش عندنا. ليه؟ عشان احنا غلبانين. طيب تعرف تعومي؟ عمو انت انا مش بعرف اعوم. هزقك هنا يعني دلوقتي؟ لا ممكن اتبل. تتبلي بس؟ اه. ولا تتغرقي؟ لا هتبلي في المية. طيب احنا بقى انتوا عندكم انابيب؟ انابيب تيت لا. عندكم؟ احنا كمان مش عندنا. كل يوم نروح عند الراجل بتاع الانابيب نقعد نقول له ادينا مش بيرضى. فاكر؟ عارف بقى انا اول مرة امبارح اعرف اللي فيه مخزن انابيب حكومي ومخزن انابيب مش حكومي. طب ازاي بقى المخزن انابيب اللي مش حكومي اللي مش بيدي الناس، والمخزن هو ده اللي بيدي الناس، والمخزن الانابيب الحكومي هو ده اللي مش عنده غاز؟ ازاي بقى؟ مش عارف. وليه المخزن الحكومي بيدينا لو في بقى اصلا انابيب بعد ما الناس تقعد تضرب في بعضيها ويقعدوا يعيطوا ياخدوا انبوبه ب 12 جنيه، يعني واحد من ضمن العشرة ياخد. اما المخزن الحكومي اللي مش حكومي ممكن يدي الناس انبوبه ب 60 جنيه او ب 70 جنيه بس او ب 100 جنيه لو هم مش عايزين يقفوا في الطابور، يعني لو قاطعين فيزيتا مستعجل. بس بقى. طب وده بقى الانابيب بتعملي فيها ايه؟ احنا اول يوم طبخنا عند الجيران، بعد كده بابا قبض المرتب بقى جبنا بيه كله بيتزا. وفضلنا دلوقتي بقى بنروح نتغدى يوم عند خالتي ويوم عند عمتي، مش عارفه بقى اما قريب يخلص هنعمل ايه.
لما يخلصوا بقى هنعمل ايه مش عارف. اقول لك على حاجه حلوه، عندك حد حاطط نسر على كتفه؟ لا مش عارف. يا لو عندك حد حاطط نسر على كتفه يجيب لك انابيب ايه كتير. عارف انا مش عندي حد حاطط نسر على كتفه ليه؟ ليه؟ عشان احنا ما عندناش ناس تعليم عالي. يعني كل ما اخويا يجي يدخل عشان يحط نسر على كتفه يقول له مامتك ليه ربت منزل كده؟ ليه مش عندها شهادة دكتوراه؟ ليه باباك مش عنده شهادة دكتوراه هو كمان عشان انت تبقى عندك نسر على كتفك؟ بس عشان كده محدش عندنا دخل عنده نسر على كتفه عشان هما كانوا غلبانين من زمان وهم صغيرين. مامتهم وباباهم ما خلوهمش ياخدوا دكتوراه ولا يخشوا الجامعة. ماشي يا لوليتا، شكرا، مع السلامة، باي باي.